Donc j'ai eu l'honneur d'être reçu par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Abdelmajid Tebboune. تشرفت بلقاء فخامة الرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حيث قدمت له تحياتي الرسمية. كما تعلمون أنا في نهاية مهمتي في الجزائر، أود أن أعبر عن امتناني وشكري لفخامة رئيس الجمهورية على كل دعمه. أود أيضا أن أشكر الشعب الجزائري الشقيق الذي احتضنني بحفاوة. أود أن أعبر عن امتناني لقسنطينة ومن الجزائر إلى وهران في كل مكان تمكنت من أداء مهامي. لقد تم استقبالي بكل ترحاب. أود أيضا أن أشكر السيد أحمد عطاف وزير الخارجية وكل طاقمه. كما تعلمون في السنوات الأخيرة توطدت العلاقات بين الجزائر والسنغال وتعززت أكثر بفضل القيادة والرؤية السديدة لفخامة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. لقد حققنا تعاونا ملموسا على عدة أصعدة كافتتاح بنك الجزائر في دكار، لدينا معرض دائم هناك، أيضا لدينا خط بحري، لدينا أيضا خط جوي تديره الخطوط الجوية الجزائرية. السنغال هي تقريبا البلد الوحيد الذي لديه 6 رحلات جوية أسبوعيا، هذا مهم للغاية. ناهيك عن الاستثمارات الجزائرية في السنغال، لدينا أيضا الروابط الثقافية الإسلامية التي توطدت أكثر. إننا متحدون بروابط تاريخية بالفعل، سوف تستمر هذه الجهود طبعا. أود أن أشكر جميع أصدقاء الجزائريين، للأسف لن يكون لدي الوقت لأقول وداعا للجميع، لكنني أود اغتنام هذه الفرصة لأقول وداعا. مرة أخرى أود أن أشكر الشعب الجزائري، شكرا لك فخامة رئيس الجمهورية. Je vous remercie.